استاذ احمد السيد، السلام عليكم يا استاذ احمد وتحياتنا ليك. تحياتي ليك يا استاذ عبد الناصر، اهلا بيك واهلا بكل الناس المحترمه اللي بتتابعك في كل مكان. يعني يا استاذ احمد، الاول ردود افعال ذهاب الكابتن محمود الخطيب للنيابه، هذا القرار المفاجئ اللي صح عليه الشعب المصري، وكمان بعد ما طلع من النيابه عرفنا من المحامين ملخص ما قاله. انا عايز منك ردود افعال الاعضاء داخل النادي الاهلي في فروعه الثلاثه وملايين الجماهير على الصفحات، رد فعلهم كان ازاي لو سمحت؟ يعني يمكن طبعا وصول وقيام الكابتن محمود الخطيب بالذهاب طبعا للنيابه العامه للادلاء باقواله بشان البلاغات اللي تم تقديمها للنيابه العامه، سواء طبعا عن صفته او عن صفته كرئيس مجلس اداره للنادي الاهلي، يمكن في ردود افعال ايجابيه جدا ان يكون في تحرك وتحرك واضح جدا. ويمكن انا قلت مرارا وتكرارا قبل كده، من حق الكابتن محمود الخطيب ان هو يدافع عن نفسه، من حق مجلس اداره النادي الاهلي ان يتصدى لكل محاولات العبث التي تعبث في الرياضه المصريه. كابتن محمود الخطيب تحمل الكثير، تعرض للسب بالاب وبالام وبالعائله وحاجات لا يتحملها بشر بصراحه. فالنهارده كابتن محمود الخطيب يعني تم ذهابه الى نيابه الاموال العامه او النيابه العامه عفوا للنيابه اقواله. والجميل ان بعد الاجلاء باقواله الكابتن محمود الخطيب والنادي الاهلي اصدر بيان بعدم تناول او اصدار اي معلومات عن تحقيقات النيابه. تمام. وده يؤكد قيمه الكابتن محمود الخطيب وحرصه على عدم حدوث اي بلبله او تاثير على قرارات النيابه وتحقيقات النيابه، وتاكيدا على احترام القانون وسياده دوله القانون. يعني خلينا نقول ان النادي الاهلي قرر بعد ما انهى الكابتن محمود الخطيب التحقيقات انه بيغيب بجماهيره، ان ما حدش يتكلم في تفاصيل التحقيقات طبقا للقانون. عشان كده انا قلت لكم اياه، هنتكلم فيما هو متاح. يعني بيان الاهلي زي ما قال الاستاذ احمد واضح انه لن يتحدث الاهلي في تفاصيل ما دار، ولكن مستمر في الحصول على حقه بالقانون سواء من خلال النيابه العامه او من خلال باقي مؤسسات الدوله زي رئاسه الوزراء، مجلس النواب، رئاسه الجمهوريه، الاجهزه الامنيه، امن وطني، مخابرات، وزاره شباب ورياضه وشيء من هذا القبيل. الصفحات استقبلت ده ازاي يا استاذ احمد؟ يعني يمكن زي ما حضرتك بتقول ما زال النادي الاهلي يضغط بقوه. خليني اقول لحضرتك بس بيان النادي الاهلي. اتفضل. الخطيب يوجه المنابر الاعلاميه للنادي بعدم تناول او اصدار اي معلومات عن تحقيقات النيابه. تمام. اصدر الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي توجيهاته لكل المنابر الاعلاميه المملوكه للاهلي بشان ما يتم تداوله بخصوص البلاغات التي تقدم بها للنيابه العامه عن نفسه أو بصفته رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وطلب عدم تناول أو إصدار أي معلومات في هذا الشأن، وأن التحقيقات بيد النيابة العامة وهي الجهة الوحيدة المنوط بها نشر أي بيانات بخصوص ذلك الأمر. يمكن بيان محترم من النادي الأهلي يعني يؤكد قيمة النيابة وقيمة التحقيقات واحترام القانون واحترام تحقيقات النيابة. في نفس الوقت يمكن جماهير النادي الأهلي تعبر عن مساندتها للكابتن محمود الخطيب النهارده أكثر من هاشتاج متصدر الترند عبر تويتر، كلهم يؤكدوا على قيمة الكابتن محمود الخطيب، مطالبة الدولة بحماية الكابتن محمود الخطيب، جماهير النادي الأهلي تعبر عن غضبها بما يحدث بالنادي الأهلي ومن الكابتن وما يتعرض له الكابتن محمود الخطيب. ويمكن ده شعور كل، مش عايز أقول أهلاوي، كل إنسان محترم يشعر بإهانة تحدث لقيمة كبيرة زي قيمة الكابتن محمود الخطيب. النهارده صفحات كثيرة في النادي الأهلي، يعني يمكن موقع جماهير النادي الأهلي سرد أكثر من خبر بخصوص هذا الشأن وتحدث عن ردود أفعال الجماهير اللي كلها بتقول يعني ربما يكون هناك أملا في تحقيقات النيابة، وإن ده يكون بداية الخير بإذن الله وتحرك الدولة لإيقاف هذه المهزلة. يمكن صفحة استاد الأهلي أيضا كتبت في هذا الشأن، يمكن موقع وجروب الاهلي اونلاين عبر الانترنت كتبوا ايضا يساندوا كابتن محمود الخطيب وحرصوا على الصالح العام ايضا. تمام. بعدم اثاره اي بلبله او فتنه.
تمام. طيب يعني عايز كمان حاجه مهمه يا ابو حميد، يعني عرفت ان كمان كثير من نجوم النادي الاهلي كانوا ينتهون النهارده الكتابه والحديث وادلاء بالتصريحات، ولكن الكابتن محمود الخطيب قراره حال دون ان يفعلوا ذلك، لان في ناس اتهمت بعض النجوم بالتخاذل وعدم الحديث، خصوصا بعد كلمات الكابتن حسن شحاته. يعني الكابتن حسن شحاته لما اتكلم حرك كثير من المياه الراكده، فناس سالت فين الكابتن مصطفى عبده، فين الكابتن زيزو، فين هذا الجيل العظيم اللي ليه تأثير جامد لدى الرأي العام، ليه ما بيتكلموش؟ النهاردة بعد التحقيقات ردود أفعالهم إيه يا أحمد؟ يعني يمكن زي ما حضرتك بتقول، لو كان الكابتن محمود الخطيب ما طلبش ده، وإن كان حتى هو بيطالب وطالب بالفعل كل العاملين في النادي الأهلي وكل المنظومة المتواجدة في النادي الأهلي بعدم الحديث في هذا الشأن، حرصا على الصالح العام وحرصا على عدم حدوث فتنه، وعلشان الموضوع ما يتاخدش انه خناقه ما بين طرفين، لا هي بين طرف واحد بس هو اللي بيتعدي، وبالتالي النادي الاهلي بريء من مثل هذه الامور. فعلشان كده الكابتن محمود الخطيب طالب الجميع بالهدوء، الاهلي يبحث عن حقه بالقانون. يمكن كان في اكثر من نجم اهلاوي حتى من اللعيبه المعتزله ومن بعض اللاعبين المدربين في النادي الاهلي كانوا هيكتبوا على السوشيال ميديا، وكان في اكثر حد منهم كان هيعمل مداخله، ولكن الكل في الاخر بيصب وبينساق تحت الصالح العام وكلمات الكابتن محمود الخطيب بعدم الحديث في هذا السائل. وان كان كل الاهلاويه، كل جماهير النادي الاهلي، كل اللعيبه القدامى، كل المدربين القدامى كلهم بيساندوا الكابتن محمود الخطيب، يعني ويمكن اعتقد مسانده الكابتن محمود الخطيب ومسانده الاهلي دلوقتي ما يعني امر واجب على الكل. ولكن اللي عاجبني زي ما انا قلت امبارح والبضاره النافعه، حاله من التكاتف والحب للكابتن محمود الخطيب يعني فوق الوصف، ده تأكيدا لقيمة الكابتن محمود الخطيب. النهارده يمكن مواقع كتير ويمكن حتى بعض الأهلاوية كتير المنتمين للنادي الأهلي والمشجعين كتبوا عبر السوشيال ميديا بيساندوا الكابتن محمود الخطيب، وفي ناس اللي بيعتذروا ليه إن هو كرئيس مجلس إدارة النادي الأهلي تعرض لهذه الأمور حرصا منه على الدفاع عن قيمة النادي الأهلي. وبالتالي كل الأهلاوية بيساندوا الكابتن محمود الخطيب ويؤكدوا على دوره وعلى كيان قيمة النادي الأهلي. النادي الاهلي مكمل، النادي الاهلي مكمل في التصعيد، النادي الاهلي يبحث عن حقه بالاحترام، بالادب، بالقانون، بدون التجريح في احد، تاكيدا على قيمه الدوله. ما شفناش حتى ان الجماهير بتعمل اي اثاره، اي فتنه، بالعكس الناس بمنتهى الاحترام بتعبر عن مساندتها وحبها للكابتن محمود الخطيب، ولا حد بقى يقول لك ما تقل ماجوره، واصل الاهلي بيحرك السوشيال ميديا، واصل الاهلي نهضه زملكاويه رافعين هاشتاج بيساندوا كابتن محمود الخطيب. منهم ناس اصدقائي شخصيا يعني، وبالتالي يعني والله العظيم يا استاذ عبد الناصر، والله العظيم يعني يمكن اعز اصدقائي بيقول لي امتى بقى الموضوع ده ينتهي؟ امتى بقى نرتاح؟ يعني والله انا بحلف. فربنا بس يعدي الامور على خير، ويا رب دايما يعني تاكيدا لكلام الكابتن محمود الخطيب وقيمه الكابتن محمود الخطيب، الاهلي مستمر، الاهلي يدافع عن حقه، وكلنا ثقه في القانون وقيمة الدولة المصرية. شكرا جزيلا، ارجع لك تاني يا ابو حميد، وابعت لي برضه اذا كان هناك جديد في اي ملف. بشكرك شكرا جزيلا. خليني يا جماعة هنا، انا لي اختلاف مع البيان. البيان انا متفق معاه كليا وجزئيا اللي صدر من النادي الاهلي في ان المنصات الاعلاميه الرسميه، يعني قناه النادي الاهلي، مجله النادي الاهلي، الموقع الرسمي للنادي الاهلي، ما يمتلكه النادي الاهلي، لكن هذا الكلام لا ينطبق عليكم انتوا. ولذلك اسمحوا لي، اي نجم من نجوم جيل التلامذه اللي مع الكابتن محمود الخطيب واي لاعب كوره اهلاوي صامد دلوقتي انا بعتبره خاين. اهو احنا في معركة، ومعركة شرف، ومعركة اخلاق. يعني الكابتن مصطفى يونس انا بناديه اهو على الهوا، حضرتك اطلع واتكلم ودافع عن صديق عمرك الكابتن محمود الخطيب، ده مك وقت اختلاف. وانا عجبني جدا يا كابتن مصطفى الفيديو اللي انت عملته، وقلت انا ما حصلش ان انا قلت ان الخطيب تسرع وان الفيديو مفبرك، لازم تطلع تتكلم، الكابتن مصطفى عبده لازم يتكلم، الكابتن اكرامي لازم يتكلم، الكابتن زيزو لازم يتكلم، الكابتن محمد عامر لازم يتكلم، الكابتن احمد ناجي لازم يتكلم، كل نجوم النادي الاهلي. انا بتكلم على الجيل الكبير، كابتن ضياء السيد لازم يتكلم، الكابتن علاء ميهوب لازم يتكلم، لازم كل نجوم النادي الاهلي يتكلموا على تويتر وعلى فيسبوك ويضغطوا بالادب وبالاخلاق وبالقانون.
لكن انك انت تقول لي مش عارف، لا انك انت تسكت يبقى مسكن. كابتن مختار لازم يتكلم، الكابتن ماهر همام لازم يتكلم، زي ما اتكلم حسن شحاتة لازم تتكلمه، زي ما اتكلم حسن شحاتة لازم تتكلمه وتقولوا الاهلي خط احمر، وتقولوا كلنا محمود الخطيب، وتقولوا حاكمه مرتضى منصور، وتقولوا حق الخطيب والكابتن شطة، كل الكباتن بلا استثناء، اي حد بفتكره بقوله، كل الكباتن بلا استثناء، كل الكباتن بلا استثناء، الخطيب ملك للكل. ولازم النهاردة الكابتن المهندس المحترم محمود طاهر لازم يطلع ويقول كلمة، ولو حتى على صفقته. الكابتن مجدي عبد الغني لازم تتنسي الخلافات، النادي مهدد من شخص عايز يدمر النادي الأهلي، وانتوا أبناء النادي الأهلي، واللي ما كنتوش تتكلموا دلوقتي هتتكلموا امتى؟